السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم كل خير. اليوم بإذن الله راح نعرض لكم شقة في منطقة شكور شاير داخل مجمع سكني. المجمع عبارة عن بلوكين، عندنا البلوك إي والبلوك بي. طبعا البلوك إي مثل ما شايفين اللي على يميني، البلوك بي هذا اللي على اليسار. طبعا عندنا مدخلين للمجمع، عندنا مدخل من عند البلوك إي وعندنا مدخل هنا عندنا البلوك بي. طبعا لها مواد السيارات مغلقة بالإضافة إلى الألعاب المشتركة والجلسات العائلية الموجودة في المجمع. طبعا بشكل عام احنا حاليا في منطقة بوستيفا قرب المجمع، عندنا مدرسة ابتدائية تخدم المنطقة بالإضافة إلى ماركت وأيضا جامع ضخم جدا تخدم المنطقة هذه، راح نصورها لكم إن شاء الله. والآن نطلع للبلوك بي، راح نصور لكم شقة في الطابق الخامس بإطلالة جميلة جدا على الطبيعة والبحر. تفضل ويانا. وصلنا الآن للطابق الخامس، طبعاً كل دور عندنا فيها شقتين، راح نعرض لكم الشقة الآن على الواجهة الخارجية. ميزة الشقة إنها على ثلاثة واجهات وما في أحد يكشف عليكم نهائياً. هنا عندنا المدخل، طبعاً مدخل شاسع ما شاء الله، وأيضاً هنا عندنا السيستم اللي هي نظام الانترفون عن طريق الكاميرا، يعني إذا جاكم أحد تقدر تشوفوه عن طريق الكاميرا وبعدين تفتحوا من الباب. مساحة الشقة 165 متر مربع، ثلاثة غرف صالة فيها ثلاث دورات مياه. نبدأ بالصالة. طبعاً الشقة هذه صراحة مميزة جداً، إنه عندكم إطلالة كاملة على الطبيعة، عندكم إطلالة على البحر. نشوف مساحة الشقة كبيرة ما شاء الله، وهذه الإطلالة ما شاء الله تبارك الله إطلالة خيالية. والميزة إنه المنطقة قريبة من المركز مش بعيدة، يعني من هنا لمول الفورم تقريباً خمسة دقائق، وايضا للمطار يعني تقريبا 8 دقائق، فتعتبر منطقه مركزيه وقريبه من مركز المدينه اللي هي الميدان، تبعد عن الميدان ما يقارب 8 دقائق. احنا في منطقه شكور شاير. نطلع للبلكونه. طبعا البلكونه هذه مشتركه بين المطبخ ومشتركه بين الصاله. المطبخ طبعا مثل ما انتم شايفين الدواليب فيها راكبه جاهزه بالكامل، والشقه زيرو يعني صفر ما استخدمت الى الان. هنا عندنا البوابه الرئيسيه للشقه مثل ما انتم شايفين، نظام امان عالي جدا. وهنا على يميننا دوره المياه الاولى، طبعا عربي اكرمكم الله، ويمكن تغييرها للافرنجي. وهنا عندنا الغرفة الأولى، طبعاً ميزة الشقة مثل ما ذكرت لكم على ثلاثة واجهات، لها إطلالة على البحر، جميع الغرف مطلة على الطبيعة وما في أحد يكشف عليها. هنا عندنا الغرفة الثانية، يعني ممكن تشوفوا الإطلالة من الغرفة، إطلالة كاملة على الطبيعة، جميع الغرف بنفس الإطلالات. الثاني نتوجه نشوف دورة المياه الرئيسية، هذه دورة المياه الرئيسية، طبعا الدواليب فيها راكبة جاهزة بالإضافة إلى الكلوزيت، وأيضا عندنا خلف الباب اللي هو منطقة المروش تقدر تشوفوها. منها نتوجه لغرفة النوم الرئيسية، صراحة غرفة النوم الرئيسية شرحة جدا. يعني المنطقة هذه اللي تحطوا فيها السرير كوميديتين، عندكم المنطقة هذه كبيرة أيضا يكفي فيها الدولاب يعني بشكل مريح جدا، وأيضا إطلالتها جميلة جدا على الطبيعة، يعني مساحة الغرفة كبيرة ما شاء الله، ولها دورة مياه خاصة فيها. عندنا هنا دورة المياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية. بالإضافة إلى بلكونة خلفية وتعتبر مساحة جيدة، هذه البلكونة الخلفية أيضا لها إطلالة جميلة على الطبيعة. ومنها
منها عندنا هنا اللي هو مخرج الطوارئ، حاطينها في البلكونة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. نترككم مع الإطلالة الجميلة.